بكم أعزائي المشاهدين من جديد. زي ما احنا متعودين كل يوم سبت عندنا الفقرة الثابتة مع الدكتور وليد الزهراني، استشاري نفسي وأكلينيكي وأسري. حنتكلم اليوم عن الثقة بين الأزواج، هل الثقة الزائدة ممكن تؤدي إلى أشياء ثانية أو خيانة لا سمح الله؟ حنتعرف عن هذا الموضوع أكثر مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور وليد الزهراني. مساء الخير دكتور. مساء النور، حياك الله. يعطيك العافية. الله يعافيك. دكتور وليد، احنا قلنا فقرتنا حتكون عن الثقة. بداية نبغى نعرف المشاهدين ما هي الثقة اللي تكون بين الأزواج قبل ما نبدأ للثقة الزائدة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الثقة بين الزوجين هي حاجة مهمة عشان الحياة بين الزوجين تستمر. اللي هي مسألة الثقة، اللي هي مثلا يعني دائما تفكير الزوج أو الزوجة أنه والله الزوجة تروح مشوار مثلا ويكون واثق فيها، زوجته تقوم ببعض الأمور في الحياة يكون واثق فيها، والعكس صحيح. يعني عرفتي كيف؟ يعني مثلا بعض الزوج يعني واثق أن زوجته والله مثلا جوالها ما في شيء غلط، واثق أن زوجته مثلا والله مدخونة، واثق أن زوجته تحبه، واثق أن زوجته تهتم فيه. فهو شعور متبادل ما بين الطرفين، أنه بحيث أنه ما في يعني أي سلوك مثلا من الزوج أو من الزوجة تجاه الآخر فيه نوع من الشك أو فيه نوع من يعني عدم الثقة، يحفز عندها الشك. يعني مثلا أعطيك مثال، مثلا الزوج يشتغل مثلا في مستشفى مثلا، أو الزوج يشتغل في مستشفى في بيئة مختلطة، فيثق فيها أنه والله أنها باحترامها وبتقديرها ما راح تخونه، ما راح تشوف غيره، فواثق فيها أو معطيها ثقة كاملة يعني، وحاس فيها. حتى لو كلمها أحد من المستشفى مثلا كدكتور أو في ثقة يعني أنه ما قاعد تسوي شيء غلط. طب خليني أجي معك هنا دكتور وليد، كيف تعزيز الثقة؟ تعزيز الثقة، شوف يعني الثقة عبارة عن شعور وعبارة عن كلام وعبارة عن تصرفات وعبارة عن أفعال، مجموعة شغلات تختلط مع بعضها. فالثقة بعض الأحيان يعني يعبر للزوج أو الزوجة مثلا من وقت لآخر مو بشكل دائم، يعني عرفتي كيف؟ مثلا يعبر تعبيرات معينة، أنا واثق فيك، أنا عارف أن أنت محترمة، أنا عارف أنك أنت تكون بشغلك، ونفس الشيء التعبير من الزوج نحو الزوج. فبعض التعبيرات تعزز الثقة ما بين الزوجين. كمان عدم اللي نسميها احنا يعني مصطلحنا هنا اللقافة شوي. يعني بعض الزوج تلقاه عنده اسلوب اللقافه، يفتش جوالها، يمسك جوالها، ناظر فيها، يراقب رسائلها. لا، هنا خليه لها حريه، هذه اسمها حريه شخصيه. يعني انا مثلا يكون عندي جوالي، عندي شغلات معينه، ما اقوم اطفل عليه واقوم اقرا وش اللي عندي واقرا وش اللي عندها، عرفت كيف؟ بعض المرات حتى بعض التصرفات البسيطه، مثلا شافت الزوج، شاف الزوج يتكلم بالجوال، عندها الشك. اي، قاعد تكلمين؟ السؤال هذا ما له داعي، عرفت كيف؟ يعني بعض خاصه تكرر بشكل مستمر، تكرر بشكل مستمر بتقول الزوجة طيب انت ما تثق فيني يعني. حتى بعض الزوج تستهبل يعني من قبل الكلام، تقول والله مثلا قاعد اكلم خويي وهي يعني تاخذها من باب تمزح. هو يصدقها، بعض الزوجات يصدقون الشيء ذا، ما يفكر انها مزحه، لا بياخذها من باب انه اوه ممكن تسوي الحاجه هذه. طيب، فبعض الافعال وبعض التصرفات وبعض السلوكيات يعني ممكن تثير يعني نقول الشك، او تثير مثلا يعني الشعور الفضول الزائد، او تزرع البذره. نعم، بذره الشك. وانت عارف الحين حاليا خاصه في الوقت الحالي كثره الفتاح والمالتي ميديا والبرامج، الحين تشوف كل واحد مثلا بجواله، يعني على واتساب شغال ولا في تويتر، فالحين بدت يعني بعض الافكار ما بين الزوجين يعني تطلع شوي، يعني زي انت ايش قاعد تسوين طول وقتك على الواتساب، طول وقتك ايه. هنا التفكير عندنا هنا مش كمان يروح للحاجه الحسنه اللي هي مثلا والله ممكن مع اهلها مع صديقاتها، لا يفكر لا انه ممكن لها علاقه، او ممكن لها مثلا صديقه، او ممكن لها من الكلام هذا يدور. دكتور، كثره الثقه الزائده يعني يقول لك يعني كل حاجه له سلاح ذي حدين. صح، ممكن كثره الثقه الزائده تؤدي يعني مثلا للشك الزايد، للخيانة، ممكن تؤدي الثقة الزايدة؟ ممكن تؤدي في حالة معينة. كيف؟ اللي هي يعني مثلا كان في ثقة بين الزوجين، صار في موضوع الإهمال. كيف الإهمال؟ مثلا تلقى مثلا أوكي أنا واثق فيكم، أعطيك حريتكم، مدري إيه، فنشوف إن في قلة اهتمام بين الزوجين، يعني كل واحد عايش حياته على قولتهم بباب إن الثقة موجودة. فالحرية الزايدة هنا ممكن تخلي الشخص في حالة إن والله مثلا خلاص أنا تقول مثلا مع نفسه خلاص زوجي واثق فيني في طلعاتي في روحاتي، ممكن تتصرف تصرفات غلط، احتمالات يعني، عرفتي كيف؟ فإذا تصرفت احتمال غلط يعني ممكن هنا يصير في عندنا اللي هي يعني الثقة الزايدة ممكن تؤدي بعض المرات إلى انفلات. الانفلات، وبالتالي ممكن تؤدي الى تكوين علاقات خارجيه، ممكن لان الثقه هنا المشكله بعض الثقه اذا كان فيها حب وكان فيها اهتمام وكان فيها رعايه حاجه كويسه تدوم العلاقه، لكن لو حصل مع الثقه الزايده هذه موضوع الاهمال، اذا ما عاد في حب ما في عواطف حيتجه الشخص لاشياء غلط. المشكله الثانيه اذا اكتشف احد الطرفين طيب مع نقول لك والله اعطيك الثقه الزايده واعطيتك كل شيء، عرفتي كيف، واثق فيك، واكتشفت بعدين انه في خيانه في الموضوع او في مثلا انه في حاجه غلط قاعد تحصل، هذا انكسر عندنا شيء مره مهم في الحياه الزوجيه، هذه اسمها صدمه.
وتكون حتكون صدمه نفسيه عاطفيه قويه على الطرف الاخر. يعني ممكن تنعكس على نفسيته باكتئاب نفسي، ممكن تنعكس على نفسيته بقلق وتوتر، ممكن يطلق زوجته، ممكن ما عنده ثقه حتى في النساء. فعلا صارت، لاحظنا حالات كان فيها يعني في العياده، كانت في العياده يعني اتذكر حاله من الحالات الله يستر عليه، يعني كان عنده ثقه زايده بزوجته ويحبها وتشتغل وتروح، اكتشف يوم من الايام وجود يعني محادثه في جوالها في الواتساب بالغلط طاحت في يده. عرفت كيف؟ انه مع واحد. طبعا هنا جت صدمه نفسيه جدا فظيعه، انهار، وصلت انه ضرب زوجته يومها وطلقها، وصار من بعد عنده وسواس وشك، حتى شكه هذا انعكس على اخواته وامه في البيت. صار يعني شيء كبير. دكتور، عندنا الثقه الزايده مشكلتها ايش؟ الثقه الزايده انا اعطي الثقه كبيره ما عندي مشكله، بس لازم يصاحبها يا اخي اهتمام ورعايه وحب وعواطف، ما يصاحبها اهمال، لان الثقه الزايده مع الاهمال هي تولد المشاكل. طيب دكتور، احنا عندنا هنا استطلاع للراي، خلينا نشوف استطلاع الراي ونرجع مع بعض ان شاء الله. مدارها انه يمكن تنصدم بعدين، يمكن ما يتفقون، يصير خلاف، تنصدم المرأة وتدخل يعني بحالة نفسية او شيء زي كذا. لما تكون عالية لها مضار، ممكن تسبب طلاق في النهاية، فحلو انه يكون تعطيه يعني على قده. انا اشوف ان الثقة الزايدة صراحة مو كويسة بين الزوجين، لان الرجل صراحة محتمل منه اي حاجة، يعني ممكن اليوم يحبني بكرة يحب عشرة معايا، فما اشوف ان الثقة الزايدة كويسة. لازم واحدة تحط احتمال لأي شيء. مو كويسة لأن الرجال ما ينعطى أكثر من حقه. تزيد الشك في الرجل، يعني يصير يشك فيها إذا راحت دوام حاجة زي كذا. المفروض يعني نروح إحنا عادي، بس إنه في شك خلاص. هو الشيء إذا زاد عن حده انقلب ضده طبعاً، فالوحدة تأخذ حذرها من جميع النواحي. اهلا بكم اعزائي المشاهدين من جديد. بعد ما شفنا استطلاع الراي دكتور وليد، يعني ناقشنا في بدايه الفقره الثقه. طيب الحين كيف ممكن احنا نوصل للمعادله اللي يتهيألي انها صعبه دكتور وليد؟ كيف نحقق التوازن في العلاقه الزوجيه؟ يعني لا نمسك لا الثقه الزايده ولا عدم الثقه يعني بالمره، كيف نحقق التوازن؟ والله شوف، هي العلاقه الزوجيه علاقه يعني تعتبر جميله جدا اذا تحققت فيها عده امور: الاهتمام، الرعايه، الحب، الحنان، العشق، الاهتمام، الاشياء هذه اللي تخلي الحياه الزوجيه يعني مستقره وماشيه تمام وماشيه حلو. عرفت كيف؟ بحيث ما يكون لا في افراط ولا يكون في تفريط، يكون الموضوع يعني متوازن وسطي. لان بعض المرات الزياده في المتابعه وفي الرقابه حتولد مشاكل ما بين الزوجين، والاهمال الزايد كذلك حيوفر مشاكل ما بين الزوجين. يعني تعرفين انت يعني افراط الزايد، يعني لما يكون في تدقيق زايد، لما يكون في اهتمام ممكن زايد، ممكن عندنا لا مو حلوه في الحياه الزوجيه اساسا، حتصير نوع من التملل الموجود. الحياه الزوجيه برضو يجيها نوع من الملل او نوع من التملل فيها، فيبقى طول الطرف لو في انا والله طول الوقت ادقق عليك واراقبك وتابعك واسالك، حيصير نفور الطرف الاخر حيزهق يعني بيطفش، ليش طول الوقت قاعد تسالني وتراقبني محقق انت معايا؟ وكمان الاهمال الزايد مشكله، لان الاهمال الزايد يعني في مشاكل مثل بعض الزوجين، مثلا الزوجه واثقه في زوجها بزياده انه ما يخونها، واكتشفت فجاه ان زوجها مثلا يخونها، هنا حيصير عند حتى يعني نقول صلحت العلاقه ما بينهم بعدين، حيصير فيها الشك، حيكون فيها الرقابه، حيكون في يعني انا اتكلم عن موضوع الثقه الزايده حلوه في الحياه، طيب؟ بس الثقه الزايده لازم يصاحبها عده امور، لازم يصاحبها اهتمام، لازم يصاحبها رعايه، لازم يصاحبها سؤال، مو خلاص اعطيك ثقه معناته تهمل فيني. طيب دكتور، في بعض الشخصيات عندنا يكون هو طبعها الشك. فكيف الفاصل هنا يكون موجود؟ يعني كيف نقدر نتعامل معاه؟ يعني ممكن وحده شكاكه او واحد شكاك؟ لا شوف، الشخصيه الشكاكه شخصيه متعبه في الحياه عموما، وخاصه اذا كانت ما بين الزوجين، لان الشك هذا حيكون يومي معه، وحيكون في عنده مراقبه، وحيكون عنده هذه حتى بعض المرات يعني يعتبر مرض. عرفتي كيف؟ يعني لازم واحد يتابعه، ولازم واحد ينتبه له بشكل زين، يعني عرفتي كيف؟ طيب دكتور، احنا بعض المرات لازم واحد يفصل، يعني بعض المرات الشكاك عموما، الشخصيه الشكاكه خاصه وجدت في الحياه الزوجيه، ما ينفع معها جدال او النقاش او شغله زي كذا. اذا جت تناقش الشخصيه، يعني مثلا يقول الزوج شكاك والزوجه مثلا يشك فيها، وجاي يناقش زوجته بموضوع شكه انه اشك فيك وزي كذا، وقامت هي تجادله، حبي ياخذ شو يقول مع نفسه؟ يقول لا، هذا قاعد دافع عن نفسه وقاعد يعتبر لنفسه، ما يصدق كلامها. فهنا دائما يفيد في عمليه اللي هو عدم الجدال نهائيا مع الشخصيه الشكاكه،
شكاكة انك ما راح توصل معا اي شيء، لان الشخصية الشكاكة هذه تركيبة اوريدي موجودة، شخصية مرضية تعتبر، شخصية مريضة، لازم هو يتعالج. والحاجة الثانية المشكلة توضح تبان، لان بعض المرات اصلا الشخصية الشكاكة مثلا عرفتي كيف يكون اصلا من قبل الزواج، تجد خاصة تكلم بعض الرجال مثلا اللي كان يعني عنده صديقات كثيرات او لاحظ خيانة في اسرته او كذا، يعكس شكه هذا سبحان الله ممكن على زوجته. فأنا الزوج اذا شافت زوجها في اول يعني خلينا نتكلم 6 أسابيع متواصلة والشك هذا موجود، في الحالة هذه لابد اني انا اوقف هنا، يعني ما اقدر استمر معها في الحياة، لابد اشوف لها علاج، روح اتحاسب. في علامات تبين لها، في علامات، واستمرار مع الشخصية الشكاكة جدا متعب ودمار يعني يعتبر الطرف الاخر. خلينا نجي من ناحية ثانية، نفرض انه عندنا مثلا حالة دكتور يعني زوجة ثقت يعني بزوجها ثقة عمياء واستمرت الحياة، لكن اكتشفت لا سمح الله انه خانها ولا شيء زي كذا، ردة الفعل الصدمة كيف ممكن ترجع ثاني مرة تثق في هذا الرجل؟ كيف هي؟ شوفي يعني هي بيني بينك يعني شوفي، هي صدمة كبيرة تعتبر، والثقة ما حد قدر ترجع لك مباشرة، لازم الموضوع تدريجيا، لأن أساسا عندنا عدة أمور. أول حاجة إذا اكتشفت الزوج أو الزوجة خيانة الزوج، هنا لازم نتكلم عن حاجة في البداية اللي هي هل عند الشخص هذا قدرة على السماح ولا ما عنده قدرة. بعض الأشخاص يقول ما أقدر أسامح الطرف اللي قدام، ما أقدر أستمر معه، فظلم أساسا استمرت الحياة الزوجية بينهم، راح يصير في مشاكل واكتئاب وضيق الصدر وهوشات طول الحياة الزوجية، هذا شيء. الشيء الثاني لازم نحطه في البال، أن الحياة الزوجية غير أنها موضوع يعني غير موضوع السماح، الشخصية الشكاكة إذا وجد الشك فلا بد أن يتعالج من الطرف اللي يشك، عرفتي كيف؟ الطرف اللي بيشك الشك هذا حيكون مستمر معه، ما راح ينقطع، ممكن يستمر سنة سنتين 3 سنوات، ممكن يستمر عمر طويل يعني. فهذا ممكن تحول من شخصية شكاكة بعد الصدمة إلى شخصية مرضية تصير معنا، والشخصية المرضية هنا حتكون حياتهم جحيم نهائيا. يعني شعرنا يعني في حالات والله زوجية أتذكر قبل فترة من زمان، يعني 20 سنة اكتشف مثل خيانة لزوجته، 20 سنة طيب، وكانت تعرفين أيام زمان كانت برسائل، اكتشف رسالة بشنطة زوجته فيها عبارات حب وكذا كذا، فمشكلة هي تقول المرأة والله ما يذم في الرسالة هذه، ما أدري من اللي حطها في الشنطة حقتي ومن اللي جابها، وشافها زوجي وعشرين سنة يعني مخرب حياتها. لو طلعت مع حالة من الحالات والله العظيم وصلت من الشك، زوجته كانت تخونه بالجوال، وصل هي تشتغل معلم، طيب في شك وش وصل عنده؟ وصل لأنه هي تشتغل معلم، يروح الصباح للمدرسة يقول فتحة كذا في الجدار حق المدرسة من برا، يروح يجلس عندها ويناظرها، يقول بالفسحة يجلسين قدامي، الشك يقول خاف تطلع ما بالمدرسة تطلع مع واحد ثاني، مرض يعتبر أصبح شيء مرضي، شيء ما هو طبيعي، دمار للحياة الزوجية. طيب دكتور إيش هي حدود الثقة؟ حدود الثقة بين الطرفين، بين الزوج والزوجة، إيش هي الحدود؟ أن ما يكون في إهمال زائد في العلاقة الزوجية، أن ما توصل مرحلة أن خلاص أنا واثق فيك بهمل في مشاعرك وحاسيسك، لازم يكون في اهتمام، لازم يكون في رعاية، لازم يكون في تعبيرات حب. كمان أنه دائما يعني يحاول أنه يعني بعض الرجال يعني أو بعض النساء تلقى مثلا جوالها في جيبها أو جوالها في شنطتها، لا حط جوالها قدام زوجك خليه يشوف، ما راح يشوفه بس أنه ما يشوفه يطمن، بحس أن الموضوع أنه إيزي، هذه تعطيه إشارات وتعطي راحة نفسية للطرف الآخر. ويحاول دائما ان يكون يعني صريح وواضح مع زوجته، ما يحاول يخفي شيء، بعض الازواج والزوجات يقعد يخبي في داخله مشاعره واحاسيسه واشياء في داخله او حتى مشاكل، شارك زوجتك الصراحه الوضوح، لان هذا تعزز الثقه وتنميها في الزوجيه. دكتور وليد الزهراني شكرا لك. اهلا وسهلا فيك، حياك الله. اعزائي المشاهدين دائما الثقه هي اساس العلاقات، فاصل قصير فابقوا معنا. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل؟ قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكايات واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. في سيدتي بعد الفاصل، المراهقون وخيالاتهم والخطوط الحمراء.